مساء الخير على الجميع وحياكم الله من جديد في برنامجكم قانون اللعبة على القناة الرياضية. الفنون القتالية بألعابها المتنوعة والكثيرة، حابين نسولف اليوم عن رياضة معينة عادة يقولون شنو فيها غير المطارح، وكأنكم أنتم أطفال صغار تذكرون بأيام الطفولة من كثر ما تطارحون بعض. مو الأساس، إحنا أطفال، الأساس لهذه اللعبة وإحنا أطفال، كبرنا كبرت ويانا اللعبة، فهي ما هي لعبة أطفال اللي يسولف فيها خلي يلعبها عشان يعرف هي أي مرحلة وصلت. شنو هذه اللعبة ومنو ضيفتنا العزيزة؟ بعد البطاقة التعريفية. من بعد بطاقة التعريفية خلوني أرحب باللاعبة مريم السني برياضة الجودو. حياك الله مريم في قانون اللعبة. يا هلا فيك، حياك الله. أنا يعني على قولتهم رفعت وشبست في المقدمة، أبي أبين للسادة المشاهدين اللي يلعبون فنون القتالية أو بيدخلون الفنون القتالية ويحبون الجودو لكن ما يعرفون شنو الجودو، بس يدرون بالأرض ومعافر وهذا فوق الثاني وهذا يرفع الريل الثاني وصفر حكم انتهت المباراة. شنو لعبة الجودو؟ الجودو لعبة يابانية. حلو. وقديمة وايد. أوه. وفيها مميزات وايد حلوة. حلو. تعلمك شلون، طبعا الناس تشوف ان اخذ وارمي او ان اخذ واطيح والشغلة سهلة يعني. نعم. ما يدرون ان الشغلة وايد صعبة ويبين لها تكنيكات معينة بحيث انك انت حتى لما تشيل اللاعب تشيله بطريقة صح. نعم. وتقدر ترمي اللاعب او تقطه بطريقة صح عشان اساسا ما تطيح فوقه او ما تتعور ولا يختنق هو. حلو. ففي تكنيكات معينة انا وايد حبيتها بالجودو. جميل. وهذا اساسها طبعا الجودو، يعني بداية اللعبة هو لازم فوق ومن ثم ارضي. اي نعم، يعني بس هو ارضي ما الجودو ما فيها وايد ارضي يعني. أي. فيها طريقة استسلام معينة أو كذا طريقة مثلا. حلو. وبس تنتهي اللعبة. راح نسولف فيها التفاصيل، لكن ودي أسألك أنت مريم شلون حبيتيها، ليش حبيت؟ هل أنت صغيرة تتحرشين على قولتهم إحنا بالعامية نقول لوتية أذية، ما شاء الله فيك حركة زايدة تحبين الهواش؟ للأمانة كابتن حسين المصري. نعم. هو اختارني قال. حلو. أنا شايف فيك شيء وياريت أنك تكونين معنا بالجودو. حلو. أنا كنت أعرفها بشكل سطحي الجودو، ما كنت أعرف هي شنو بالضبط. جميل. فجربت، كنت مع زميلتي سحر. إيه؟ حبيت اللعبة فهني. حلو. عرفت الجودو شنو، وللأمانة هو المدرب له دور وايد كبير أنه يوصل اللعبة بطريقة صح. صح. مو بشكل ممل. حلو. خاصة التمارين اللي كنا ناخذها يعني. من أي عمر بديتي؟ ب 2019 أو 18. آه يعني توه. توه. إيه توه فيها. أبي أتعرف على أجواء البطولة محلية وخارجية، أكيد طلعتوا برا معسكرته. إيه نعم. حلو. أبي المعسكرة شلون أجواء، هل مختلفة عن الكويت بشكل كبير؟ رحنا معسكر بالبحرين مع منتخب البحرين. نعم. الأمانة كان يعني منتخب روعة. ممتاز. وايد تعاملهم ممتاز حتى وقت التدريب. نعم. يعني عارفين شنو اللي لهم وشنو اللي عليهم. طبعا كانت بدايتنا أول شيء تقوم الصبح تركض، كنا نركض باستاد خليفة عندهم بالبحرين. بعدها نمشي على طول صوب الحديد كنا. نعم. نتمرن. ولازم شيء ضروري بالفنون القتالية أنك تهتم بالحديد أو باللياقة. أوكي. وهذا شيء وايد ضروري وخاصة طبعا وخاصة الجودو، كنت تقدر طول التمارين. إيه؟ تشيل وترمي، فهذا يحتاج إنه. أي نعم. يعني لاعب الجودو ولاعب الجودو لازم شوية على قولتهم تاخذ دورة من المقاولين. لازم تصير مقاول وتشيل أغراض والأمور. إلى جانب الأوزان أدخل إلى عدد ساعات التمرين. أي. سواء محليا او حتى معسكر شلون يكون، كم ساعه لازم تاخذ؟ بالمعسكرات كنا ناخذ طبعا اسبوع كامل. كنا ناخذ بعد الجدول هذا نروح نريح ساعه ساعتين ونرجع نتمرن من ساعتين لساعتين ونص تقريبا. حلو. على تكنيك الجودو. جميل. نفس الشيء هنا يعني يعتمد ساعه ساعتين بالكثير يعني. ممتاز. بوقف وياك مريم مع الساده المشاهدين بهذا التقرير ونعود. رياضة قتالية تتكون من مزيج من الفنون القتالية التقليدية، رياضة الجودو
هي مصارعة يابانية تقليدية تطورت في فترة الثمانينيات من القرن التاسع عشر الميلادي، وقد وضع الدكتور جيكورو كانو القواعد والمبادئ الفلسفية لها، كما أضاف إليها أساليب التربية البدنية والأخلاقية والفكرية، وألقي كافة الحركات الخطرة في هذه اللعبة. من بعد التقرير أرجع مع مريم، بدخل أجواء المباراة. قبل المباراة كم حكم فيها؟ فيها ثلاثة. ثلاثة، حلو. داخل الميدان شلون اللاعب يتجهز؟ اللبس، أنت أول شيء أي لون من الأحزمة؟ أصفر. ما شاء الله، حلو، يعني طفتي الأبيض وصلتي إلى الأصفر. دخلت الميدان، شلون بداية الاستعداد قبل أن تدخلين البساط؟ ومن ثم عاد هل هناك تحية حق الخصم، حق الحكام، حق اللاعبين؟ طريقة النزال شلون تكون؟ أي نعم، أول شيء طريقة التحية عندهم هذه تحيتهم، تنزل وتحيي في كلمة معينة ولا فقط حركة؟ أس مثلا. أو أي. جميل. فبعدها طبعا الجودو فيها طبعا تعلمك شلون تمسك صح، تمسك البدلة صح، البدلة حلو، بحيث أنه عادي مع التمارين مثلا إيدك تتزلق كثر ما أن البدلة صح. تكون ثقيلة ما الجودو. تمام، يعلمونك أول شيء شلون تمسك صح، شلون أن الخصم اللي قدامك ما يفلت من إيدك أو تكون أنت مسيطر على الخصم بشكل كامل. حلو. بعدها يعلمونك شلون تاخذ الزاوية أو تروح حق الزاوية المناسبة اللي يخليك تاخذ وترمي، سواء أنك تاخذه من الظهر أو أنك مثلا بالعاميه يعني تلف ريلك عليه، شلون الطيحه، المهم ان انت تكون ثابت بمكانك، مو ثابت يعني انك ما تطيح معه، ممكن انك تطيح بس انك ما تضغط على صدره بحيث انه هو ما يختنق الخصم. تمام، ففي اشياء تكنيكات وايد بسيطه بس وايد حلوه وتشكل فرق وايد كبير باللعبه. يعني اغلب اللاعبين مثلا يقول لك انا باخذ بشيل وبرمي الخصم بس يشيله على نص الظهر، مثلا يشيل الخصم بنص الظهر. صح، هذا التكنيك راح يطيحك انت وياه وممكن انت تطيح على وجهك. حلو. بالارض. مريم، من بعد انت ما تقول يشيل اللاعب وقطع الارض، بعدين يصير نزال ارضي، شد وجذب على قولتك الأهم هي في اللعبة، هل هذا يكون في الأرض ولا لا؟ عاد أبي أسيطر على لاعب عشان أوصل لمرحلة مثلا الخنق، الكسر، وتفر من النقاط اللي أنت فيها باللعبة، شنو هي؟ نعم. طبعا أكيد لما أخذه وأرميه أو أن أنا أطيحه طبيعي أنه لازم أخذ الوضعية المناسبة على أساس أنا أكون متحكمة أو أنا صح. مسيطرة على الخصم صح. فلازم أكون ثابتة حتى في الأرض. يعني لو أنه بي أخنق أو هذا ما لازم الخصم هو اللي يلفني صح. وياخذ مكاني انا. أيه. فالجودو يبي لها تفكير اكثر من الستاند فايت. أيه. عموما القتال الارضي فيه تفكير وتركيز ويتعب اكثر من الستاند فايت اصلا. صح. في ضياع وقت من اللاعبين حق اذا تعب مثلا في حركات معينه اضيع الوقت؟ اكيد كل لعبه فيها ترى على قولتهم تحصل ثغرات وتسوي. بالضبط. من شرحك اللي ذكرتيه قلتي لي اهم شيء السحب. صدق وانت تسولفين قاعد اتخيل، قاعد اقول يعني من المفترض ان الاظافر اي طبعا سواء الرجال او حتى السيدات، فما بال السيدات اللي يهتمون في هذا الجانب، فهذا يكون يعني على قولتهم الحكام يكون عليه طبعًا. اول شيء وشيء رئيسي انه ما يكون حتى طبعا هي راح تأدي نفسها اصلا وهو راح يأدي نفسه، لان لما تمسك لازم تمسك خلاص ما تهد. جميل. لازم تكون مسكتك وايد قوية. جميل. وهو أردي البدلة تكون ثقيلة يعني. صحيح. فالأظافر وايد راح تأذي. حلو. تقريبا أنا وصلت إلى النهاية. هل الجودو تبارك الرحمن من الألعاب اللي عندك أو مارستيها قريبة إلى قلبك ولا في الأقرب؟ هي قريبة على قلبي بس في الأقرب. في الأقرب. مريم السني، كل الشكر لك على تواجدك اليوم يانا في قانون لعبة والحديث عن رياضة الجودو. شكرا لك. شكرا لك. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم لنا في هذه الحلقة الخاصة في رياضة الجودو مع السيدة مريم السني الممثلة لهذه الرياضة. الوعد يجدد في رياضة أخرى في قانون اللعبة. فما الله.